نكمل مع بعض. وصلنا لعند هذا السؤال. شو بحكي السؤال؟ The graph of f is given. Use it to graph the following functions. معطيك رسمة. نفس الاشي. معطيك انك تطبق بعض العمليات عليه. شو اخذنا عمليات؟ متى اطلع لفوق؟ متى انزل لتحت؟ متى اروح لليمين؟ متى اروح لليسار؟ متى اعمل انعكاس على محور السينات؟ متى اعمل انعكاس على محور الصادات؟ متى اعمل شرانك اقلص؟ متى اعمل ستريتش اكبر؟ حلو؟ طبعا دانا قبل ما نبلش السؤال بتكون رافع ايدها صلاه النبي. فانا خليني اوضح الفكره. وفي حد كمان رافع ايده. اوكي محمد. طب حب اسمع منكم. بس حابة إني أنا أبلش. بس أوكي بما إنكم متحمسين أحد فيكم تفضل. يلا نجرب نشوف نبلش بمين. محمد يلا. محمد من إنك متحمس. محمد لما أنا معطيني بس شوي أحكي لك. معطيني هاي رسمة F طالب مني أرسم F 2X. طبعا هاي رسمة F of X. طالب مني رسمة F of 2X. محمد سؤال عشان f of x رحت انا عملته ل f of 2x اللي انا حغيره horizontally ولا vertically. اول شغله vertically بنعمل اول شيء vertically. متاكد؟ لا horizontally يا ربي. horizontally حلو. اول شيء حنعتمد انه horizontally. ليش؟ لاني انا ضربت الاشي جوا x الاثنين في الx. حلو. أنا ضربت الإشي اللي جوا X إذن بشكل هوريزنتالي. طيب الشيء الثاني الإشي اللي ضربت فيه اللي هو 2 أكبر من 1 خلاص تحقق الشرط. إمشي على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها أنت ضربت بـ يمنا نعمل تقلص. ممتاز. يا ضرب 2 يا ضرب 1 على 2. لا هو ضرب بـ 2 فهو اللي هو بـ C يعني. فهو بحكي لك حنعمل تقلص. ممتاز. هنعمل تقلص يا محمد بشكل هوريزنتالي. معناها انا حبلش اصغر القيم اللي عم يحور السينات الاكس اكسس ولا اللي عم يحور الصادات؟ اللي عم يحور السينات. عم يحور السينات. طيب اللي عم يحور السينات. اوكي بس ثواني. الو احول سامعين؟ هلا اجى الصوت. اوكي يلا نكمل. الفكره وصلنا بس لعند انه احنا حنعمل. اوكي سؤالي محمد كان الاخير لك انه هل احنا حنقلص ولا بمحور السينات ولا بمحور الصادات؟ يعني القيم اللي عم يحور الاكس اكسس ولا القيم اللي عم يحور الواي اكسس اللي انا حبلش العب فيها هون؟ هذا سؤالي كان. هي الاكس اكسس. القيم اللي بالاكس اكسس يا محمد حضربها باثنين ولا حقسمها على اثنين؟ هي حنضربها باثنين لانه ضرب اثنين، ضرب اكس معطينا 2 باكس. اوكي. إذا أنا معناها فوق ما وصلت الصورة منيح. إذا شوف عشان نكون واضحين كمان مرة بالفيرتيكالي إذا أنت ضربت 2 بإف 2 بإف أوف إكس حتضرب اللي بمحور الصادات بـ 2 بينما إذا قسمت حتقسم اللي بمحور الصادات على 2 لكن بالهوريزنتال. تمام. بالهوريزنتال المشكلة شوي عويصة أكثر. إذا رايح أعمل العكس إذا كان إف على 2x حقسم اللي بمحور السينات على 2 واذا كانت f نص x حضرب اللي بمحور السينات ب 2. وضحت؟
الهوريزونتالي دائما ماشي عكس عكاس، سواء بروح يمين يسار سواء بضرب بقسم. تمام اوكي شمس. طيب مش مقتنعين، تعال نطلع فوق عشان اقنعكم. تعالوا نطلع، خلينا نطلع اورجيكم بالكتاب ايش كان مكتوب. نطلع فوق. اوكي هيا بحكي هون الحكي بحكي لكم the graph of y equal f of c of x compressed. اول اشي horizontally متفقين رح يتم التقلص بشكل افقي، بس كيف انا رح اقلصه؟ طب ما هو اسمعوا اسمعوا منطقيا، انتوا بدكم تقلصوا اقتران، كيف بدكم تروحوا تضرب المحور السينات ب c؟ ما انتوا بدكم تقلصوا، معناها بدكم تصغروا، بدكم تصغروا معناها بدكم تقسموا على c. شوفوا تحفظوش، امشوا بس انت عارف هاي تقلص ولا تمدد بشكل vertical ولا horizontal، وخلص اخلف عليك بعد هيك. انت عارف هون انه بما انه داخل x اذا horizontally، خلصت الخطوة الاولى. الخطوة الثانية انت عارف انها تمدد ولا تقلص، بما انها مضروبة في x تقلص، تقلص حقسم على x، حقسم على c في ال x axis. تمام اوكي شوف الشات وضحت ولا ما وضحت عشان امشي. تمام واضحه وضحت اوكي عشان ما تتخربطوش، بس خليني برضو اطلع مش مهم، المهم نفهم. طلع شو لما انا احكي، شوفوا هون انا حكيت y تساوي c في f of f of x. لما انا حكيت انه هذا الحكي بما انه من برا f معناها حيكون بشكل vertical اول شغله، خلصنا الخطوه الاولى. الخطوة الثانية حيصير تمدد ولا تقلص، أنا حكيت بما إنه سي من برا، إذا سي حتعمل لي تمدد. التمدد معناها حضرب اللي بمحور الصادات بقيمة سي. نيجي تحت، واحد على سي بـ إف أوف إكس. هوريزونتالي ولا فيرتيكالي؟ بما إنه برا إف، إذا حيكون فيرتيكالي. حيكون تقلص ولا تمدد؟ تقلص، إذا حقسم اللي بمحور الصادات على سي. هسا هي المفروض مفهومة، لأنها ليش؟ لأنه هي أساساً هون ضرب وهون قسمة. المشكلة إجت عندي وين؟ اجت عندي بالهوريزونتالي. بس انتبهوا، لما تقلص بقسم، لما تمدد بضرب. هون لما تقلص حقسم اللي بمحور السينات على قيمه سي، لما تمدد حضرب اللي بمحور السينات على قيمه سي. الموضوع منطقي اكثر من انتم شو شايفين. انت لما بتعمل تمدد لاي شيء بتضرب ولا بتقسم؟ تمدد حتضرب، تقلص حتقسم، صح؟ امشي عنها وصلت. اوكي اللي بيرفعوا ايديهم احكوا لي شو في مشكله ولا شو القصه. اوكي وضحت الحمد لله رب العالمين. طيب ننزل اكثر تحت شوي. اوكي وصلنا لهون. اوكي محمد حكى لي انه هون حنعمل، اوكي خليكم بس ثانية. اوكي بدي محمد اللي بلش معي قبل شوي وحكى لي امشي علي مشيت وكمل معي هسه بليز. محمد سامعني اول شيء؟ سامع. ممتاز محمد. محمد انت حكيت لي هوريزونتالي وتقلص، وهسه فهمنا ان انا بما انه تقلص حقسم على مقدار سي اللي انا عندي اثنين. امشي معي محمد. صحيح منقسم على اثنين. النقطة هون صفر صفر. اوكي نمشي أول شيء. صفر ولا أمسح عشان نكتب هون أحسن. محمد بس عين لي النقاط الواضحة على الرسم بالأول عشان أمشي أنا معك فيهم. اوكي. النقاط الواضحة محمد هاي. اوكي صفر واحد. صفر واحد حسب الاقتران. والنقطة واحد واثنين، والنقطة اللي وضحت على الرسمة اللي هم ثلاثة وصفر، والنقطة أربعة وسالب واحد. أنا بس عم بطول يعني النقاط الواضحة على الرسم بس، والنقطة اللي قاطعت آخر إشي اللي هي ستة صفر. هسا بما إنه أوكي هاد كله X وهاد كله Y،
إذا أنا الفكرة إني أنا بدي أقسم كل إشي بX على مقدار سي اللي هو 2. لو أنا قسمت 0 على 2 0 حتصفي 0 و1. هون كل إشي بدي أعمل له بسي تقسمت بإكس، الإكسات هقسمها على 2 تمام؟ 1 تقسيم 2 نص حتصفي نص و2. لاحظوا إني أنا قيمة واي ما غيرتها، ما عملت فيها إشي، لأنه أنا منطقياً الفانكشن مش هغير فيه إشي غير بس اللي بالسينات يتقلصوا بس. طيب قسم لي يا محمد الباقي، 3 تقسيم 2 كم يا محمد؟ محمد 3 تقسيم 2 كم؟ 1.5. 1.5، هي 1.5. أوكي واي ما لعبت فيها، 4 تقسيم 2 محمد؟ هي 2. 2 و6 تقسيم 2 3. 3 هي 3 0. لاحظنا مع بعض اني انا الوايات ما عملتش فيهم، واي ما طبيت فيها، انا صار عندي التقلص هوريزونتالي، هوريزونتالي التقلص حيكون بشكل افقي تمام. تقلص حقسم، قسمت على 2، ايش قسمته على 2؟ الاكس اكسس اللي هم احداثيات هون، احداثيات الاكس. واي ما ملت فيها إشي، جزئي 15 مرة عند الجملة. طيب هاي الإحداثيات بس امسكها عينها على الرسمة مرة وجديد، مرة تانية يعني، شوف شو راح يطلع معنا. أوكي طلع معي أوكي، بالأصل كان عندي 0 1، طلع معي نفس الشيء 0 1. بعديها كان عندنا أوكي نطلع أحسن نتأكد بس، الشغلة الثانية اللي هي نص واثنين، بعدها 1.5 0، نتأكد نص واثنين، هاي نص واثنين، أوكي ممتاز، إذا حلنا صح، هيها هاي نص، هاي اثنين، 1.5 اللي هي 3 على 2 و0، ممتاز. إذا لو بتيجي تعينوا كل النقاط اللي عيناهم فوق اللي هم هيهم، حيطلع نفس هدول، حيطلع على هاي الرسمة، هاي الرسمة اللي هي بتمثل لي اف 2 اكس، وضحت؟ تمام؟ تمام. أوكي. يا رب إنه يكون تمام، يا رب. أوكي، نشوف الشات بس إذا في حد عنده سؤال. أوكي، تمام. أوكي، لا هون السؤال برضو حلو، ناش نغش، نطلع فوق. نطلع فوق. شوفوا يا جماعة، لما أنا طالب مني هون الفرع الثاني، أنا بدي أحل الفرع الثاني، تمام؟ سالب F لسالب X، تمام؟ شو الفكرة هون؟ ممتاز دانا، الفكرة انه هون انا عندي انعكاسين، حيكون انعكاس مرة هون على الصادات، وبما انه برا هون على السينات يعني حروح اعمل انعكاس على الصاد وبعدها اعمل على السين. لكن اذا انا معطيني نقاط معينة محددها على الرسمة، زي ما احنا في شفنا الرسمة انا في عندي نقاط معروفة اللي هي 0 1 و اوكي 0 1 و1 و2 و3 و0، هدول المعروفات أنا عم بمشي عليهم، 4 و 1 و6 و0، هدول اللي على الرسمة اللي بعرفهم. هسا إذا عندكم نقاط معروفة على الرسمة مش معطيكم إياها بشكل، يعني ممكن بالامتحان يشيل كل الأرقام ويخلي هاي الرسمة ويعطيك ويطلب منك أوجد واي تساوي سالب إف أوف سالب إكس، هون اللي بتروح تعمله أخي الكريم وأختي الكريمة إنكم تعملوا انعكاس على السينات وانعكاس على الصادات، حلو؟ بس بما ان انا عندي ارقام في طريقه اسهل شوي، ايش اني انا اجي اعمل؟ لما انا هون ضاربه بسالب وهون ضاربه بسالب، كانه هون سالب واحد وهون سالب واحد، تمام؟ ايش اللي يعني؟ اجي اضرب الاكسات بسالب واجي اضرب الوايات بسالب، سهله يا جماعه؟ فهمت. اوكي بس الاحداثيات اللي هون حضربهم بسوالب الجهتين، ليش؟ لانه عندي سالب اكس وعندي سالب واي، يعني سالب اف اللي هي نفسها سالب واي، سالب وسالب، يعني حضرب الاحداث السين بسالب حضرب الاحداث الصاد بسالب، فحتصفي 0 و -1، سالب 1 سالب 2، سالب 3 و0، سالب 4 وسالب 1 في سالب 1، وسالب 6 و0. هاي النقاط لو رجعتوا عينتوها على الرسمه حتطلع معكم هاي الرسمه اللي هو يساوي سالب اوف سالب اف اوف ماينس اكس. نيجي نتاكد بس اللي عمل انه ضرب سالب، لاحظوا بالاكس وبالواي، اوكي بالاكس وبالواي،
ضرب الجهتين بسالب، بس الصفر اساسا ما 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 بتاثر، يعني سواء صفر موجب صفر ولا ماينس صفر هي نفسها فما حيتاثر. تمام اوكي. اذا شاهدون وقفوني لانه انا يعني طول ما انتم ساكتين حفهم انكم فاهمين. اوكي الخطوه اللي بعدها خلاص هاي الطريقة بس لما يكون في عنا نقاط صح؟ أما إذا رسمها هيك يعني بدون نقاط إحنا بدنا نعكسها. بالضبط هذا اللي حكيته، إذا عندكم نقاط معلومة بالرسمة فهي الطريقة اللي استخدموها أسهل لكم، إنكم بما إنه ضارب الإكس بسالب أضربوا الإحداث السيني بإكس، وبما إنه ضارب من برا سالب للواي أضربوا الإحداث الصادي بواي، هو ضارب الجهتين أضرب الجهتين. هذا لما يكون في نقاط معلومة، لكن إذا جاب لك الرسمة اقتران بدون أرقام ما دامك عارف إنه سالب f of minus x بما انه minus x من جوا حامل انعكاس للرسمه reflection حروح اعمل وين على محور الصدات، وبما انه minus f من برا حروح اعمل الانعكاس على السينا، حتعمل انعكاسين هون اذا ما كان عندك ارقام. لازم نبلش بالانعكاس اللي جوا انه حول الواي اكسس ولا ما بتفرق؟ هي ما بتفرق غالبا، بس خليني حجرب بعدها اتاكد من النقطه، بس على الاغلب انها ما بتفرق. أوكي الخطوة اللي بعدها إيش لنمشي؟ How to sketch the graph of y equal f القيمة المطلقة ل x. طيب ركزوا كتير منيح لأن إذا ما ركزتوا راسكم حيوجعكم. تمام؟ طيب شو الإشي اللي بحكي هون؟ نتأكد من الشات. منار إيش بدك نجرب بس؟ منار ايش نجرب؟ قلتي لي خلينا نجرب، ايش نجرب؟ اوكي 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 تمام. اوكي اساسا احنا مش كثير مطولين يعني فدونت وري ما حيروح عليك كثير ان شاء الله. الفكره هون اني انا حبلش حيعطيني اقتران معين اللي حعمله إنه حعمل القيمة المطلقة لX، حعمل القيمة المطلقة للي جوا، بعد شوي حعمل القيمة المطلقة لكل الاقتران، لكن المطلقة مش راح تكون جوا X كمان شوي، هتكون برا الF، هيفرق، فبليز ركزوا معي. دومين، أوكي، أنا معطيني جذر القيمة المطلقة لX. تتذكروا شو دومين هاد؟ كان دومين إنه اللي جوا أكبر أو بيساوي صفر، أكبر أو بيساوي صفر. بس يا جماعة القيمة المطلقة أساساً دائماً أكبر أو بيساوي صفر، عمركم بحياتكم شفتوا قيمة مطلقة بيطلع منها رقم سالب؟ مستحيل مستحيل. بما إنها هاي دائماً صحيحة تمام؟ يعني من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية صحيحة، إذا الدومين إيش حيكون؟ آر آر بكل بساطة هي آر. منطقياً مش مقتنعين ممكن، تعوا بس شو اعملوا؟ شوفوا أنا شو حكيت لكم من قبل، إكس عبارة عن مجال، إيش يعني مجال؟ قيم إكس اللي بقدر أعوضها بالإقتران بحيث ما يصير عندي ولا مشكلة. المشكلة الوحيدة للجذر إن يكون داخلها سالب. طب ماشي أجع بال محمد يحط عندي الإكس، بما إنه أنا حكي له إنه سواء اخترت سالب موجب أي رقم بديني فيش عندي مشاكل، اختار محمد سالب واحد، القيمة المطلقة للسالب واحد واحد وجذر الواحد واحد، لو شو ما تختاروا القيمة المطلقة للموجب موجب ففيش حيصفي مشكلة عادي، جذر الموجب تقدر تطوله سواء أنت أو على الحاسبة، الجذر للسالب في مشكلة بس أنا عندي أساساً جوا قيم مطلقة، القيم المطلقة بتخلي لي السالب موجب، فأوتوماتيكلي السالب حيصير موجب والجذر بقدر أوجد على الموجب. عشان هيك اللي حكيته دائرة إنه الدومين هون R صحيح 100%. طيب خليني أقنعكم شوي بالرسمة. تمام شوفوا كيف الرسمة حتيجي. لما أنا أحكي القيمة المطلقة لـ X عرفناها من قبل إنها هي X لما X أكبر أو يساوي 0 وماينس x لما x أقل من 0. تمام؟ بدي أدخل عليها بس جذر، يعني حدخل علي هون اللهم جذر، جذر الـ x لما x أكبر أو يساوي 0 وجذر الماينس x جذر الماينس x لما x أقل من 0.
بليز ركزوا معي، كانوا هم عبارة عن اقترانين. جذر الاكس، هاي رسم جذر الاكس، إن سنتين وثلاث نرسم فيه. جذر الماينس اكس، ممكن حد يحكي لي الانعكاس وين حيكون؟ محور السينات ولا محور الصادات وليش؟ بالواي اكسس، لأنه يعني مغيرين اشي بجوة عند الاكس يعني. ممتاز ممتاز بالضبط. أنا حيصير عندي انعكاس حول محور الصادات للرسمة، ليش؟ لأنه أنا ضارب السالب جوا، بما إني السالب عندي الإكس فحمل انعكاس على الصادات. طيب الدومين، لو معطيني رسمة، أنا رسمت لكم رسمة للاقتران هذا، أنا حكيت إنه الدومين R، هلا على الرسم الدومين R طلعوا لي بدومين R، نطلع على الإكس أكسس ولا الواي أكسس؟ على الإكس أكسس. ممتاز، بما أنا طلعت على الإكس أكسس، الإكس أكسس هل أنا بقدر أعوض أي قيمة؟ الصفر والموجب والسالب. خلص، هذا هو كل الموضوع، بس عشان أقنعكم. طيب نمشي. طيب y تساوي ساين القيمة المطلقة لx. طيب القيمة المطلقة لx نفس الحكاية، x لما x أكبر أو يساوي صفر، وماينس x لما x أقل من صفر. لما أنا أدخل الساين عليها، بس دخل لي الساين على اللي جوا، اللي هو ساين x. ساين x. أوكي، الساين الماينس x لما x أقل من صفر. طلعوا، بدي حد مفتح مخه الله يرضى عليكم يرسم معي. أوكي، إذا تكون خط بس أرفع شوي لو سمحت. أوكي، أنا بدي رسمة الساين لما x أكبر أو يساوي صفر، هيا هذا الربع. بدي رسمة الساين، ساين الصفر صفر، وساين الباي على اثنين واحد، وساين الباي صفر، والثلاثة باي على اثنين، يعني أوكي الرسمة حتطلع هيك، سالب واحد واثنان باي صفر. ممتاز، هيك حتطلع الرسمة لعند طول باي، وهاي ثلاثة باي على اثنين، هاي وهاي باي على اثنين، وهاي باي. خلونا نمشي. طيب الإشي اللي بعدي، أنا رسمت له ساين إكس لما إكس هاي هون، هون إكس أكبر أو يساوي صفر. طيب لما إكس أقل من صفر، معناها إكس سالبة، هاي بهدول الربعين إكس سالبة، بده ساين الماينس إكس. أوكي، فيش داعي أروح أعوض أرقام، أنا هون حيصير عندي ريفليكشن. الريفليكشن وين حيكون؟ الانعكاس وين حيكون؟ على محور السينات ولا على محور الصادات؟ الصادات. ممتاز، حيكون الانعكاس للرسمة على محور الصادات. كيف ممكن أعمل انعكاس للرسمة على محور الصادات؟ نازلة وطالع، يعني طالع وبعدين نازل. بالضبط. لو تحطوا مراي، اوكي دانا هون، بس عشان ما تتخربشي، بما انه ماينس اكس هسه مش هاي باي على اثنين، وهاي باي، وهاي ثلاثة باي على اثنين، تجي بتاخذ النقاط كيف قبل شوي اخذنا، هاي عشان سالب باي على اثنين. بالضبط، كيف احنا اخذنا لما حكينا الباي على 2 و1 مثلا طلعت لنا، تمام؟ بما اني ضارب سالب اكس، اذا الاحداث السيني اللي حضربه باكس، فحتصير سالب باي على 2 ونفس الاقتران 1. هي سالب باي على 2 واخذت ال1. نفس الشيء امشي على كل النقاط اللي هون حتطلع معك هاي الرسمه. هيك ممكن احسن؟ انا فكرت بدك تكملي الرسمه على فكره. بطلت الجمله. اوكي اوكي. لو حكيت تكملت الرسمة، بس إنه ساعتها x أكبر أو يساوي صفر والx أقل من صفر، ساعتها بدي أرسم كل ساين x، بس لا هم جزء، لما أكبر أو يساوي صفر بده رسمة، ولما أقل من صفر بده رسمة تانية. طيب شوف شو ضايرنا. هذا السؤال كثير حلو. طيب نفس القصة، القيمة المطلقة لx تساوي، طبعا شو بدي يعني أرسم y تساوي 2 قوة القيمة المطلقة لx. طيب نيجي نشوف أحسن على الكتابة، نفس الشيء x لما x أكبر أو يساوي صفر، ماينس x لما x أقل من صفر، دخل 2 بس ورفعها للقوة هاي، معناها 2 قوة x لما x أكبر أو يساوي صفر، و2 قوة ماينس x لما x أقل من صفر. هاي الرسمة رسمناها مبارح إذا بتتذكر، ما بعرف إذا بتتذكروا معي. حكينا حيكون عندي هون عند صفر و1 لما x أكبر أو يساوي 2 قوة x، رسمناها هيك 2 قوة x، وحكينا أوكي مفيش ضرورة تعرف، تعرفش الثاني، تعرفش كيف رسمة الثاني، انت مش ملزم تعرفه، بس الملزم تعرفه انه انا صار عندي 2 قوة ماينس اكس، حيصير عندي انعكاس، الانعكاس وين حيصير؟
حول ال y axis. إذا حول ال y axis حيصير هيا. تمام؟ هاي هيك وهاي هيك. أوكي. طول ما أنتوا مش حاكين معناها أنا عم بمشي بالسليم. طيب. شوفوا بس ارجع للرسمة شوي ما انتبهت عليها. آه حاضر. هاي الرسمة. هيا. إنه أنا نفس ما رسمت امبارح عند الصفر واحد وبطلع سهل. هذا الجزء اللي أنتوا أساسا لازم تكونوا عارفينه. اللي اثنين قوة إكس رسمناه امبارح. بس الفكرة هون إنك أنت بدك تشوف الماينس وين الرفليكشن على الإكس أكسس ولا الواي أكسس. وأنت حكيتي لي على الواي أكسس فمعنى هاي رسم الجهة الثانية. نفس الشغلة لو أخذت أي نقطة هون بس أضرب الأهداف السيني بسالب وخلي إحنا تصلين نفسهم. تمام؟ شوفوا يا جماعة أنا قبل شوي دخلت القيمة المطلقة على جوا القوس. الفكرة هون إنه أنا بدي أحط القيمة المطلقة برا F. لما أنا أحط القيمة المطلقة برا F إيش معناها؟ كل إشي تحت. طيب نبلش. انعكاس حول X axis. شوي. أوكي بس خليني أشيل هذا مش سالب. شوفوا بس بدنا نركز معي شوي. إنه أنا قيم F بالأصل قيم F راح تطلع معي يا موجبة يا سالبة. لما أنا أجي أحط القيمة المطلقة لـ F اللي هي نفسها Y أوكي Y القيمة المطلقة لـ Y حيطلع القيمة المطلقة للموجب موجب والقيمة المطلقة للسالب موجب. تمام؟ هاي مفروض متفقين عليها لأنه القيمة المطلقة ما بتطلع لي إلا أرقام موجبة. حلو؟ طيب الـ Y إيش بمثل؟ محور الصادات. طيب محور الصادات قبل ما أعمل له قيمة مطلقة كان فيه منه جزء موجب وجزء سالب. لما حطيت له قيمة مطلقة ممنوع أشوف عندي ولا قيمة لواي سالبة. قيم يعني بتعمل انعكاس محور إكس. ما هو شوفوا شوفوا بس اللي تحت بصير فوق. بالضبط صحيح. هذا اللي بدي أوصل له إنه كل إشي تحت حيصير فوق. اللي فوق يا عمي أنا مسامحكم خليه فوق. ليه؟ ليه بسامحكم فيه؟ خليه فوق لأنه قيمه موجبة. اللي فوق موجب وأنا بالقيمة المطلقة للموجب ما حد حاكي معاه. خلص الموجب موجب ما ماشي صح. بس المشكلة عندي إنه اللي تحت اللي قيمه سالب هاي مش إحنا هاي هي ماينس اللي هي هاي واي سالبة وهون واي سالبة. بس هذول الأجزاء اللي الواي لهم سالبة فوق ياهم فوق عمل ليهم انعكاس بس لا غير. يعني هاي بتصير هيك وهاي بتصير هيك. تمام؟ ماشي لحد هون. هاي نفس الرسمة بس أنا عكست الجزء اللي تحت طبعاً شطبه عشان عملت له انعكاس. واضحة؟ طب بس خليني أعيد شغلة. لما أنا أحكي F القيمة المطلقة لـ X شو اللي بروح بعمله؟ بعيد تعريف القيمة المطلقة وبروح بدخل الاقتران للقيمة المطلقة بشوف شو بيطلع معي وبرسمه. برسم الجزء الموجب منه حيطلع عندي جزء سالب. السالب يا بيصير انعكاس في إشي دخله بإكس يا حيطلع الانعكاس في إشي برا إف. وانتوا بتعرفوا مدام رسمتوا الجزء الموجب يا حتعملوا له انعكاس على محور الصادات يا انعكاس على محور السينات. لكن إذا أنا حطيت القيمة المطلقة برا إف الفكرة كل من تحت محور السينات حيصير فوق وفقط لا غير. كل السالب في الوايات حيصيروا موجبات. هاد هو اللي عملته. ديل؟ متفقين؟ ديل ديل. أوكي. أوكي. هوقف التسجيل عشان نتناقش في أسئلة.